الوضع في تونس مختلف، أولا بسبب تجربة الترويكا التي كانت مختلفة عما حدث في مصر، ثم أن في تونس نفسها شهدت محاولات لإرجاع أو للانقلاب على الشرعية سابقة لهذا، وباءت كلها بالفشل نظرا لأن الوضع مختلف. ويبدو أن الترويكا الحاكمة إلى حد الآن تحسن التعامل مع بعض الحالمين بإعادة سيناريو الجيش، وكما ذكرت هناك حتى بعض الزعماء السياسيين من المعارضة أصبح اسمهم مقترنا بالجيش. منذ أول يوم كانوا يدعون إلى خلق وديعة الجيش ويعني اعتماد الجيش كضامن للاستقرار وغيره، وكان من الواضح أن هؤلاء انقلابيون يعني في نهاية الأمر لا يؤمنون لا بديمقراطية ولا غيرها، هم في الأصل لا يؤمنون إلا بالانقلابات واسترجعوا الماضي الاستبدادي. ولكن في تونس الوضع مختلف، تونس لا تتخوف شيئا، ومن كان له من كانت له إمكانية أن يفعل مثل ما جد من مصر فليحاول. لم يسلك سؤالي. لنا صمامات قوية جدا في تونس، وأذكر أهم صمام وهو مجالس حماية الثورة.